السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وجايب لحضراتكم في هذا الفيديو الدواء الخارق لعلاج الجهاز الهضمي، تراي ميبيوتين مليت. تراي ميبيوتين مليت، طبعا هذا الدواء حصريا على قناة الدكتور محمد القفاص ولم يتحدث عنه أحد. هذا الدواء بيحسن حركة الأمعاء والجهاز الهضمي ككل، بل ويحسن أيضا عمل القنوات المرارية لهضم الدهون. فلو حضرتك كلت لقمة ولقيت إن اللقمة ثابتة كده، أو لو حضرتك عندك إمساك مستمر مهما خدت من أدوية، أو حضرتك عندك آلام في الجهاز الهضمي ناتجة عن فشل وظيفي في الجهاز الهضمي، وطبعا الفشل الوظيفي ده لازم يشخص بواسطة أطباء البطنة والجهاز الهضمي. فمن طبيعة الأمعاء إن فيها حركة اسمها الحركة الدودية أو البريستالتيك موفمنت. تلاقي الأمعاء الصحيحة عند الشخص الصحيح، تلاقي الأمعاء فيها حركة دودية مستمرة، وبناء عليه الأكل بينتقل لغاية ما يوصل لفتحة الشرج ويتم الإخراج بصورة طبيعية. طب الحركة الدودية دي أو البريستالتيك موفمنت أو عملية البريستالسيز نفسها لو ما حدثتش، الطعام هيترسب وبناء عليه هيتحجر ويبقى فيه امساك، غير الالام المبرحه للجهاز الهضمي ككل. هنا باخد دواء الجاست ريك. جاست ريك اقراص تركيز 100، وجاست ريك اقراص تركيز 200. مادة التراي ميبيوتين مليت، تراي ميبيوتين مليت. طبعا الجاست ريج موجود في صور عديدة، أربع صور. موجود جاست ريج شرب تركيز 24 ملي جرام على كل 5 ملي مكعب، 24 ملي جرام على كل 5 ملي مكعب، وسعر العلبة دي 13.5. تمام. بالنسبة للجاست ريج 100 سعر الشريط 10.5، والجاست ريج 200 سعر الشريط 12 جنيه. وفي أيضا جاست ريج حقن انترافينوس وانترا ماسكولار انجكشن، يبقى شرب جاست ريج اقراص 100، جاست ريج اقراص 200، جاست ريج اي ام انجكشن واي في انجكشن، او حقن عضلي وحقن وريدي. طيب كلمه جاست ريج نفسها كدواء، علشان اسهل لكم، جاست ريج من باب التعريف بتسمية الدواء، جاست ريج هي شقين، جاست وريج. جاست هي اختصار جاسترو انتستينال تراكت، اللي هي القناة الهضمية، فخدوا منها كلمة جاست اللي هي جي اي تي، القناة الهضمية. وريج، ريج اختصار ريجوليشن، فهذا الدواء ينظم حركة الجهاز الهضمي والأمعاء، المعدة والأمعاء، غير أن هو بيساعد على تحفيز القنوات الصفراوية على العمل في حالات الاختلال الوظيفي للجهاز الهضمي أو جزء من الجهاز الهضمي. طيب الجاستريج شرب جرعته ايه؟ اولا الجاستريك شرب
هو بيبقى عبوة بودر، عبوة بودر، وبتحل عند الاستخدام، بتحل عند الاستخدام. في علامة كده بتحل الجاستريج شرب. وطبعا الحاجة اللي بتحل بيبقى لها تاريخ صلاحية غير اللي مكتوب على العلبة. يعني دي مثلا العلبة دي آخرها 2020 أهو، لا أنا بمجرد ما بحل ده بتبقى صلاحيته لمدة ماكسيمم شهر. زي المضاد الحيوي الأشربة لما بحلها بتتحول الصلاحية بتاعتها خارج التلاجة 7 أيام، داخل التلاجة 14 يوم، بعد كده بيترمى اكسباير. زي القطرات، القطرات صلاحيتها بتبقى مفتوحة، بس أول ما تتفتح وتستخدمها صلاحيتها تتحول لشهر واحد فقط. ده الجاستريج شرب بيحل قبل الاستخدام. طب جرعته إيه؟ الأطفال حتى 6 شهور 2.5 ملي 3 مرات، 3 مرات قبل الأكل. طيب من 6 شهور لسنة 5 ملي مكعب مرتين. طيب من سنة ل5 سنين 5 ملي مكعب 3 مرات. طب فوق ال5 سنوات 10 ملي مكعب 3 مرات قبل الأكل. ده بالنسبة للأطفال اللي عندهم كسل أو فشل في بعض وظائف الجهاز الهضمي. طيب بالنسبة للبالغين، جاستريج 100 قرص 3 مرات يوميا، قرص 3 مرات يوميا قبل الأكل اللي هو 100 ملي، بحد أقصى قرص 3 مرات 200 ملي حسب إرشاد ومتابعة السادة الأطباء، ولا يوصف الدواء إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء اللي هيحدد لحضرتك الجرعة المضبوطة حسب سنك ووزنك وحالتك المرضية واستجابتك للدواء. أيضا هيحدد لحضرتك الديوريشن أو مدة كورس العلاج. فمرة تانية، الجاستريج أقراص بيحفز حركة الجهاز الهضمي وحركة القنوات الصفراوية، وبيزيل الآلام وبيزيل التقلصات. جاستريج في أشكاله المتنوعة إضافة إلى الجاستريج حقن آي إم وآي في إنجكشن أو حقن عضلي وحقن وريدي، متوفر بالأسواق المصرية، دواء فعال جدا وغاية في الجودة. لما ناس يكون عندها إمساك ومش عارفين الحل إيه، ناس عندها آلام رهيبة في الجهاز الهضمي واستخدموا حاجات كتيرة ومش عارفين الحل إيه، الجاستريك بيتدخل العلاج الخارق للجهاز الهضمي والأمعاء. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.